بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 152. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح، ونتناول في هذه الحلقة الشروط في النكاح، مما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة، ومحلها ما كان في العقد أو اتفق عليه قبله، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم صحيح وقسم فاسد. ومن الصحيح عند الأكثر من أهل العلم إذا شرطت عليه طلاق ضرتها، لأن لها في ذلك فائدة فيصح هذا الشرط. وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، والنهي يقتضي الفساد فيكون هذا الشرط فاسدا. ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها، فإن في ذلك مصلحة لها فإن وفى به، وإلا فلها الفسخ، لحديث: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها. وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو لا يفرق بينها وبين أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ. ولو شرطت زيادة في مهرها أو شرطت كون مهرها من نقد معين صح هذا الشرط، وكان لازما يجب عليه الوفاء به، ولها الفسخ بعدمه. وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه، فحينئذ يسقط خيارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولحديث: المؤمنون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفى بها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما لم تلتزمه، وبما لم يلزمها الله به ورسوله. انتهى كلامه. القسم الثاني من الشروط شروط فاسدة، وهي نوعان: نوع يبطل العقد، وهو أنواع ثلاثة. النوع الأول نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لخلوه من العوض، وقيل سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب. وهذا النوع هو أن يجعل فيه امرأة بدل امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها، وبمثل هذا تسقط ولايته. ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد، لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى،
والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسمى، كما قاله معاوية رضي الله عنه وغيره. وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة، مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل متكامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين، صح ذلك لانتفاء الضرر. النوع الثاني من الشروط المبطلة لعقد النكاح نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفق عليه قبل العقد. ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه والحاكم وغيره. النوع الثالث إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل، كان يقول: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، فلا ينعقد النكاح مع هذا الشرط، لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط. وكذا لو زوجه إلى مدة، كما لو قال: زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو قال: زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج المغترب بنية طلاقها إذا رجع إلى أهله، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين: الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها. وقال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث فيما تبقى من أحكام النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.